خلال ال5 سنين الأخيرة نلاحظ سيطرة أمازون في عدة دول بالعالم وانخفاض المبيعات على موقع إيباي، ولكن بالرغم من ذلك موقع إيباي كان وما زال موقع أساسي في عالم التجارة الإلكترونية. ابقى معي لآخر الفيديو لتتعرف على 6 أسباب المشترين تفضل الشراء على موقع إيباي وليس على موقع أمازون. مرحبا بك في قناة أكاديمية كامبوست، القناة الأفضل لتعلم مجال التجارة الإلكترونية. أنا رضا عازم، محاضر ومستشار في مجال التجارة الإلكترونية. السبب الأول هو المزاد العلني. على موقع إيباي يوجد طريقة البيع المزاد العلني التي تعطي الإمكانية للمشتري الفوز بمنتجات بأسعار أقل بكثير من المبلغ بالسوق. 30% من صفحات المبيعات المعلنة على موقع إيباي تعمل على طريقة المزاد العلني وتنتج مبيعات للموقع بملايين الدولارات، ويوجد آلاف المتصفحين على موقع إيباي مدمنين على المزادات العلنية والاشتراك بها على الموقع، وتعتبرها نوع من لعبة أو تسلية التي في النهاية يفوز المشترين بمنتج بسعر رخيص. أما على موقع أمازون فلا يوجد طريقة المزاد العلني، الطريقة الوحيدة هي طريقة الشراء الآن بسعر ثابت Buy it now fixed price، ولا يوجد حتى إمكانية للمشتري طلب عرض تخفيض على السعر منتج معين. السبب الثاني هو المنتجات المستعملة. يباع على موقع إيباي ملايين المنتجات المستعملة شهريا وبأسعار أيضا ملائمة لجميع الجمهور المتصفح في الموقع من جميع دول العالم. أنا بشكل شخصي أعرف بعض الأصدقاء في الولايات المتحدة مصدر رزقها الرئيسي بيع ملابس مستعملة على موقع إيباي. أما بالنسبة لموقع أمازون تقريبا لا يوجد منتجات مستعملة تباع على الموقع. يوجد نسبة بسيطة جدا من المنتجات المستعملة التي تباع على الموقع والتي أمازون يبيعها بنفسه. هذه المنتجات عبارة عن منتجات تضررت في مخازن الأمازون ويبيعها كأنها جديدة أو مستعملة. السبب الثالث هو إمكانية الدفع. طريقة الدفع الرئيسية على موقع إيباي هي من خلال PayPal، وPayPal معروف جدا في الولايات المتحدة وفي العالم أيضا، والكثير من المشترين تفضل شراء منتجاته على PayPal لأن PayPal تضمن للمشتري إذا حصل أي عملية نصب أو أي مشكلة. أما على موقع أمازون طريقة الدفع الرئيسية هي من خلال بطاقة الائتمان، فهذا أيضا سبب أساسي. السبب الرابع هو الشحن. موقع إيباي يوفر شحن عالمي على غالبية منتجاته، لهذا السبب نلاحظ عدد كبير من المشترين على الموقع مقارنة على موقع أمازون. يوجد عدد أكبر في موقع إيباي على موقع أمازون، أي مشتري بالعالم يمكنه شراء منتجات على موقع إيباي. أما بخصوص موقع أمازون فغالبية منتجاته توفر شحن محلي أي في الدولة الموجود بها أمازون وليس لجميع دول العالم. أي إذا أنا أريد شراء منتج على موقع أمازون أمريكا amazon.com سألاحظ أنه لا يوفر شحن لخارج أمريكا. طبعا يوجد بعض المنتجات التي توفر إمكانية الشحن لخارج أمريكا، ولكن سنلاحظ أن مبلغ الشحن عالي جدا. موقع إيباي كان وما زال محور أساسي في عالم المبيعات الافتراضي العالمي. وسؤالي هو على أي موقع تفضل بيع منتجاتك؟ اكتب لي بالتعليقات إجابتك، ولا تنسى الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة فيديوهات تعلمك ربح المال من مجال التجارة الإلكترونية. طبعا والضغط لايك على الفيديو. سأراكم في فيديو آخر.